خليج العربي الهامور الجميل من ابو ظبي احلى هامور واسكى هامور دكتور مروان الخليج العربي ابو ظبي. عاش عاش يا دكتور. سلام شباب، انا مهتم بالصيد بالسناره من فتره، وراي واحد من اهم محلات عدد الصيد في ابو ظبي. عشان نشتغل صح خلينا نروح عند الناس الصح. السلام عليكم. عليكم السلام كابتن عبيبي. حبيبي القلب. الناس الصح هنا؟ لا دي الناس الصح، لكن هنا المكان الصح. حلو ان شاء الله بتلاقي كل اللي انت نفسك فيه. تمام شباب، احنا هسه وصلنا المحل، راح ناخذ نصيحه المحترف احمد عفيفي ونشوف شو بنزمنا لعده بكره. اول نصيحه هكتب لهم وورنينج هنا على الباب، اذا داخل اتاكد انك هتصرف فلوس كتير، طلع بس هتاخذ فاليو باك وهتاخذ الحاجه اللي هتفيدك وتكون صح. تمام. الحلو في هذا المكان انه كل اشي بلزمك كصياد موجود تحت سقف واحد، عدة صيد، قصبات صيد، ملابس وكثير غيرها، كله موجود تحت سقف واحد. شباب انا خلصت اللي بدي اخده، بس الكابتن عفيفي واحنا بنتسوق حكى لي شغله عجبتني، حاب تسمعوها مع بعض. احنا دائما بنقول ان احنا بنبيع لك التجربه اللي هي رحله الصيد مع الادوات المناسبه ليها بتخليك تستمتع بالتجربه دي. فانا مش بس بحجز لك رحله صيد، لا، وبديك الادوات اللي تخليك تستمتع برحله الصيد. يا سلام. السيل ذا اكسبيرينس وذ ذا تولز تو ليف ات. كلام بروفيشنال. لا 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 هيك كثير يا اخوان. مع جست فيشنج بامكانك تتسوق على مدار الساعه حتى بدون ما يكون في بياع جوا. عاده نطلع البحر الصبح بكير، فرضا نسينا شغله بس مهمه لرحلتنا. كل اللي عليك تحكي مع الجماعه اللي جوا، بيعطوك كلمه مرور سريه، بتفوتك على المحل، تاخذ شو ما بدك، تدفع بالطريقه اللي بتناسبك، وهيك بتطلع البحر مش ناسي ولا اشي. صباح الورد. صباح الجمال. ان شاء الله اليوم رحله نار. ان شاء الله. مرفقين باذن الله. ان شاء الله. ما شاء الله. طيب لا تكون نار. يسعدك. دكتور ابو علي يسعد صباحكم. يلا. هلا محمد. حياكم الله. طبعا القارب مزود في محركين 300 حصان حتى توصل على نقطة الصيد بكل أريحية، بالإضافة لأحدث أجهزة الملاحة الجوية. طبعا الطير دلالة ممتازة لتحديد موقع السمك. الشباب على القارب عيونهم مفتحة بتراقب حركة الطيور. يلا باخذ هاللقطة. ما شاء الله عليكم الشباب. شفت الحركة دي؟ شفت الحركة دي؟ صلاة النبي سمك ما شاء الله. صحن فلافل كله. هذا مصور حبيبي. بدك تصور 3 فيش اون؟ دكتور. تعال صور 3 فيش اون. دكتور مروان. يا كابتن يا مرحب. كينج فيش. يسلموا على الرحلة الجميلة. دكتور مروان أبو ظبي. الخليج العربي. ما في خليج العقبة. الخليج العربي أبو ظبي. والله. أفضل مكان في العالم لصيد الكينج فيش. الله
يبارك. الحمد لله. طبعا دكتور مروان غني عن التعريف، لكن ما يعرف دكتور مروان حبيبي شفته، طبيب اسنان ومتقاعد صحيح، وعنده تشارتر في خليج العقبة. نعم او عايز تطلع سورد فيش تعمل لها انلوك، عندك وجهه واحده بس، خليج العقبه. عايز تكلم دكتور مروان دايركتلي، عايز تنظم معانا، بننظم رحلات مشاركه، ما عندك مشكله. على طول. ما شاء الله. من ابو ظبي الضلعه الجميله طلع الحبيب الخليج العربي الدكتور مروان ابو ظبي. اتقرب ما شاء الله. ما شاء الله 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 ما شاء الله. يلا شيله مستر، شيله قياسي هذا قياسي. ما شاء الله تبارك الرحمن صايد عمور، نسوي لكم السبعه الاسناب ان شاء الله الجايزه. طالب انفنسبل ابو علي من اغنياء القوم. اغنياء القوم مين يا معلم؟ انا يلا اني طلعته يا ابو ربع، سووا على الرز رايس والحين بسوي على انفنسبل. بيصير بدوني يا ابو هذا عمور ابو ظبي الاخ مروان ويانا. الله مروان الله يقويك. هذا هو هذا هو هذه النار. قرب قرب يا مصطفى. هذه شوف هذه النار تطلع منها خلاص. القمله احنا نسميها قمله ال سبحان الله. هذه سبحان الله ما تضر هذه. نعم. الخليج العربي ابو ظبي دكتور مروان وابو عليا. يسعد مساك. ورا 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 ورا. لا بيكون ضلع. حركات ابو عليا. هذا اللزاق. الشباب على القارب الثاني حكون لانهم حصلوا اشي مميز. خلينا نشوف شو حصلوا مع بعض. جيني يوم تبع هذا شوف. هذا السكن كوبيا. من الكوبيا. كوبيا الخليج العربي. مع الأسف الشديد في البحر الأحمر قليلة جدا جدا جدا. أبو علي إيش رأيك؟ شيخ السمك. هذا شيخ السمك صراحة. هذا أصق سمك أنا بعرف إنه سمك زاكي وجميل. جميل جدا. حتى صيده جميل. صيده جميل، طعمه جميل. تسويه أي شيء. سويه في الرز، في مشوي، مقلي، اي شيء اي شيء. شفت سمك الراس؟ صحيح. الراس على طول فرن. فرن ما يباله. شيء شيء جميل. من الخليج العربي. ابو كوبيا ابو ظبي. يا مرحبا ومسهلا بك. يلا حييك يلا حييك ما شاء الله. يلا خذ صوره خذ صوره. جست فيشنج بيأمن لك كل وسائل الراحة. موجود القارب مريح كبير وفيه كراسي مريحة، بالإضافة إلى أجلكم الله دورة مياه. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد. نغد السمكات على سوق السمك من الطنجرة إلى الحنجرة. دكتور مروان احمد عفيفي ابو عليا. ومن البحر العربي الخليج العربي وابو ظبي مع دكتور مروان محمد وابو علي. يلا حييك. يلا نلقانا وان شاء الله قريبا نشوفونا في العقبه عند ان شاء الله دكتور مروان. يا هلا يا شباب. يا